السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين وين ما كنتم، نقول لكم كل عام وانتم بخير وعساه ينعاد عليكم بالصحة والعافية دائما وأبدا. صباح الخير، كل عام وانتم بخير وانتم بخير بصحة وسلامة حنان. وأكيد نقول لمشاهدينا الكرام عبر شاشة تلفزيون قطر صبحكم الله بالخير وحياكم الله في هذا التغطية الجميلة من صباح العيد، ثالث يوم العيد. أكيد في خلال اليومين اللي طافت كنا التهينا بالسلامات والزيارات واستقبال التهاني، وبدنا شوي نخف عن هذه الزيارات والسلامات وبدنا نطلع نغير الأجواء، نروح مع عيالنا نستانس عنا وياهم نستمتع، أو اللي ما قدرنا نلحق عليهم في أول العيد وثاني العيد نقدر نستمر، واليوم بعد فرصة أن احنا نتواصل معاهم. وأكيد اللي حتى ما قدرنا نوصلهم يمكن أماكنهم بعيدة أو خارج الدولة، نقدر من خلال التواصل الاجتماعي من خلال الاتصالات نسلم عليهم ونبارك لهم ونتبادل أطراف الحديث. بعض دول الخليج كل شوي عندهم بعض العادات شوي مختلفة، مو كثيرة لكن جميلة. أنا أهم شيء عندي في العيد وجبة العيد، أحب الأكل. يا الله يا الله، في أحد ما يحب الأكل؟ لا. كلنا نحب الأكل أكيد. يعني صبح العيد غير الفوالات، عيش واللحم. العيش واللحم الساعة 10 ها؟ والله. ولا انا احب هالعاده القديمه ان انت يعني الريوق عيش ولحم، او هو الغداء يكون يعني بدري 9 10 اول ما تقوم من النوم تاكل عيش ولحم. سلام. خربنا كل شيء في رمضان. واحنا كنا في رمضان نحاول نحافظ شوي، لكن يوم انت متاكد كنت تحافظ في رمضان؟ والله انا حافظت في رمضان السنه هذا، السنه هذه بس الوحيده اللي حافظت في رمضان. الحمد لله الحمد لله. يمكن امس كنت اخذ جوله شوي، طلعت عقب ما طلعت من بيت ابوي قلت يلا خلا امر اشوف اجواء الدوحه. للامانه علي درب الوسيل شغل جبار، يعني اشياء حلوه، الشراخيات عندك في كتارة، عندك درب الوسيل، عندك الكورنيش، يعني عندك اكثر من مكان تقدر تروح تشوف الألعاب النارية. غير كذي عندك العروض، الأشياء الحلوة في درب الوسيل، عندك عروض وفعاليات في الكورنيش، عندك بعد في كتارة، غير المجمعات طبعاً التجارية. يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، السنة فعاليات العيد ما تخليك تسافر. يمكن قبل ما نطلع على الهواء مشاهدينا الكرام كنت اسولف انا وحنان امس، كنت مع واحد من الاصدقاء في احدى الاماكن، وامانه شفت عدد كبير من اخواننا من دول مجلس التعاون كانوا موجودين بعوائلهم، نقول لهم مرحبا ومسهلا فيكم في دوحه الخير، ونقول حياكم الله بين اهلكم واخوانكم، احنا سعداء بوجودكم معانا وبيننا. فعلا اليوم حنان صارت قطر تستقطب السياحه العائليه وتواجد اخواننا من دول مجلس التعاون بكل الدول، امانه شيء يثلج الصدر اللي نشوفهم اليوم معانا نتبادل احنا وياهم والله السلامات والابتسامات. وامس كان يعني نبادلهم التهاني والاعياد، حاولنا احنا ناخذهم معانا في ضيافه وهذا، لكن هم اكيد مرتبطين بجدول معين، يكفي انهم شافوا منا هذا الترحيب، واحنا ايضا لما نزورهم امانه قاعد نشوف نفس هذا الترحيب. بالتاكيد علي، بعد حلو السياحه الداخليه مثل ما قلت لك، يمكن عدد كبير سافروا لكن تطوفهم اشياء حلوه. اكيد اكيد. يعني ما راح تسافرين؟ لا انا قاعده. ان شاء الله. اكيد في بدايه هذا البرنامج مشاهدين الكرام في اغنيه جميله جدا، يا العايد ويا العايد وعيدي، خلونا نسمعها وياكم ونرجع لكم ثاني مره.
طبعاً هذه من أجمل الأغنيات اللي محفورة في ذاكرتنا، سواء الجيل القديم أو الجيل الجديد، من أجمل الأعمال للموسيقار الراحل عبد العزيز ناصر. أنا كنت أغنيها مرات يوم كنت صغير وأنا نايم أغنيها لين تقوم الصبح تعيد. لا أنا أحب المقطع اللي يقول فيها عيدي على محمد بطولة عمره. شفنا اللقطات اللي قبل شوي الجمالية في اجتماع الأهل، الأطفال الصغار وهم مترززين وكاشقين وها ما يبغي يتحرك عشان ما تطيح الغترة العقال، ها؟ والبنات متمكيجين ولابسين الذهبان والحركات الحلوة. هذه جمالية العيد أنا أشوفها، خاصة أول ساعات الصباح الباكر من أول يوم العيد، فرحة ما تنسي. بعضنا يمكن حنا وكنا صغار، والحين يمكن بعض الأطفال ما يجي من النوم بس ينتظر متى الساعات هذه تمر علشان يلبس ويكشخ ويروح يسلم. جمع عيادي فلوس جمع قرنقش. أنا جمعت 380 ريال. متى؟ هالعيد؟ أول أمس. أول أمس؟ من وين؟ كلهم من الشيبان والعجايز على 10 يعطوني. صدق؟ أنا ما أحب أخذ أكثر من 10 عشان ما أحس نفسي إني كبير واجد. أوكي. لا أنا أحب 500. بس أمانة يعني حتى شفتي قبل شوي البنية ماخذة البطولة وقاعدة تحاول تلبسها تقلد مثلا أمها وجدتها. جميل جدا إن احنا التراثيات هذه إنها ما تروح من حياتنا، إن احنا تكون موجودة عندنا، كل مناسبة نحاول إن احنا نعيشها ونكررها على عيالنا علشان ما ينسون. تعرف على نقطة العيدية يعني أنا أتذكر أن إحنا كنا نعيد في الفريج، اليوم يمكن عدد بسيط أو مناطق معينة اللي ما زالوا يطرشون عيالهم منهم يعيدون وكذي. أنا وايد أحب هالشيء، أحب أن صبح العيد باب الحوش يكون مردود، يعني ما يكون مسكر، لا أخلي وخلهم يدخلون لين وسط الصالة أسمع صوتهم وأنا فوق أسمعهم. أنا كنت يوم كنت صغير أحب أروح أخذ عيديات، بس يوم كبرت فصرت في البيت معي خيزران في الحوش. أفاها يأخذ من عندي. لا لا أكيد أنك تغشمر، مو بصدق. طيب خلنا نتكلم عن أيضا تبريكات العيد. أكيد إحنا عندنا تقرير خلنا نشوفه. يلا توكل على الله. أبارك لسيدي سمو الأمير المفدى الشيخ تميم بن حمد الثاني والأمير الوالد، وأبارك للشعب القطري الكريم وكافة المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة. نهنئ سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد الثاني وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني والشعب القطري الكريم والمقيمين على أرض قطر، كل عام وانتم بخير. وايد الشعب القطري والمقيمين في قطر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وانتم بخير. أود أن أتقدم بهذه المناسبة السعيدة بالتهنئة لصاحب السمو أمير الوالد مفدى وصاحب السمو الأمير الوالد ولنائب الأمير وكذلك الأسرة الحاكمة والشعب القطري الكريم وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة بالتهنئة والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك. أسأل الله أن يعيدها علينا بالخير واليمن والبركة، وكل عام وأنتم بخير. أول شيء بحب عيد سمو الأمير الشيخ تميم والأمير الوالد والشعب القطري الكريم، والبلد ظل بأمن وأمان وبالجمال والطبيعة اللي هي فيه، هو الأصدقاء والأصحاب والجميع والأهل ينعاد عليهم ألف صحة وعافية يا رب. عايد سمو الأمير والأمير الوالد والشعب القطري والمقيمين وجميع من ساكن على هذه الأرض الطيبة. كل سنة وأنتم طيبين وينعاد عليكم بالخير والصحة والبركات يا رب على شعب قطر مقيمين ومواطنين، وكل عام وأنتم بألف خير يا رب. كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر السعيد، وينعاد عليكم بالخير والسعادة وشعب قطر أمير وشعبه والكل بخير وسعادة يا رب. طبعاً إحنا ترتبط عندنا الأعياد والمناسبات دائماً بالأكل، صح ولا لا؟ يا سلام، أحلى شيء الأكل. أحلى شيء.
حلوة. رمضان ما شاء الله تبارك الرحمن الخير وايد، القيمات وسمبوسة وأشياء حلوة، الهريس والهريس الهريس. وجينا على العيد عيش ولحم وحلويات وشوكلت مثل ما أنت شايف نفسك. أما أنا ما قدرت أكل الحين، ليش؟ ليش؟ لأن حسيت إني خذيت اكتفائي من أمس، يعني مو قادر ما قادر الحين أكل أي شيء، فأكتفي بالنظر بس. لا أنا اللي الخربطة اللي خربطتها أول يوم العيد، لي يومين صايمة. ما دام أنت خربطتي أول يوم العيد، أكيد إن هذا بتكون عندنا أسئلة، بيكون معانا وايد وايد معانا ضيفنا المدرب الكابتن فيصل بوهزاع، مدرب لياقة بدنية. صبحك الله بالخير وكل عام أنت بخير. صبحك الله بنور أخوي علي، وصبح كذلك على أختي حنان، وأكيد نصبح على المشاهدين خلف الشاشات، ونقول لهم كل عام أنتم بخير وعساكم العوادة. كابتن يعني عندي أنا الخربطة في الأكل ما لها مقياس. معاناة معاناة. لا أنا يا أسكر أسكر يا انفتحت فتحت على البحري. خلنا احنا نتفق في البداية أن الخبرات تفقوا أن التغذية السليمة والنوم الكافي وزائد التمرين المستمر هي أساس الصحة السليمة. طبعاً التغذية السليمة لدى البعض يعني خاصة في مناسبة العيد صعبة، والنوم الكافي بحكم إن إحنا طالعين من الشهر الفضيل يعني النوم يكون يعني ما عدلنا جدول النوم لحين. ما عدلنا جدول النوم. إحنا خلنا نتكلم عن الحركة، شلون إحنا ممكن إن إحنا ممكن ناكل في يوم العيد وفي نفس الوقت إن ممكن إن إحنا نحاول إن نحرق السعرات. طبعًا نتكلم عن الجانب التمريني، جانب الحركة. طبعًا الحركة راح تقلل السعرات الزائدة، كذلك الحركة راح تحسن من عملية الهضم، وكذلك تساعد على اللي هي الاسترخاء الذهني والعقلي. أنا عندي ممكن خطة أقول أو قاعدة، ممكن في عيد في الأعياد أو في المناسبات ان الواحد يحاول كثر ما يقدر اول ما يحس بشعور بالشبع الاول يسمونه يحاول هني يكتفي شوي، يعني يرجع ورا. ما يخلونك يا كابتن. مشكله يجيك الله يسلمك واحد تسوي قالط عليه قال والله انت اكل من هذه والله حلف عليك والله ما انت تقدر. فهي المعادله دائما احنا نقول حق يعني حق اللاعبين عندنا، ودائما الواحد لما يسالني يعني من المتدربين او من الشباب والناس اللي يعني بحكم ان احنا خبرتنا في مجال الرياضه، فنقول يعني في يعني ممكن الواحد يحاول يقلل، يعني دائما التقليل يكون افضل من التجنب. ممكن الواحد يحرم نفسه شوي ياكل، يعني ياكل الكميات كثيره، فدائما احنا نقول التقليل، واول ما تحس بشعور بالشبع تحاول انه يعني تخفف، تشرب ماء، تحاول تقوم تتحرك بحيث انك توازن الامور شوي. زين كابتن، يعني ما في طريقه مثلا ان الواحد لما ياكل في العيد وينام انه يحرق وهو ينام مثلا؟ ها؟ ولا هذه بعد مشكله انك انت تكون على سهر وتواصل في العيد وتاكل الوجبات هذه اللي فيها مثلا عدد كبير من الدهون والسكريات؟ نعم. وتنام بعدها اثر السهر والتعب. نعم. فيقومون الناس منغثين بطريقه مو طبيعيه، فيقول لك انا احس ان مثلا نفسيتي مو اوكي، او حسيت اني عندي مشكله باطنيه. إيه؟ يعني هذه بعد مشكله ثانيه. هذه مشكله، لان احنا يمكن ذكرنا في بدايه الحلقه ان كل شيء يرتبط مع بعض. تمرين مستمر اوكي، يكون في عمليه الحيويه داخل الجسم وخاصه اثناء النوم راح تاخذ مجراها. واذا تكلم عن التغذيه المتوازنه على حسب سعرات المتوازنه كذلك هذا له دور. فما بالك يكون النوم قليل، الجسم ما ياخذ استشفاء ولا ياخذ، وكذلك يكون الاكل غير موزون، فالجسم ياخذ صدمه في يعني هو مصدوم 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 يعني. ما في كلام. بس استاذي الفاضل، انت تكلمت قلت عن الحركه، زين شنو الرياضه اللي تنصح فيها؟ احنا خلينا نفرق بين الانسان الرياضي وبين الانسان اللي ماخذ الرياضه اللايف ستايل. الانسان الرياضي راح يكون عنده جدوله داي 1 داي 2 داي 3 وماشي عليه على حسب خطته، سواء كانت بطوله او سواء كانت خطه بالنسبه له يعني يبغي يوصل له. والشخص الثاني اللي لايف ستايل مو شرط انه يروح الجيم، يعني انا دائما اقول مو شرط، يعني احنا لازم نعرف ان فيه تمارين هوائيه يعني معدل الحركه، تمارين هوائيه، تمارين لا هوائيه. اللا هوائيه هي تمارين مقاومه، ممكن واحد يتمرن بادي ويت اكسرسايز، تمارين وزن الجسم، ممكن يتمرن بحبل المطاطي، ممكن الواحد يستخدم دامبلز او اجهزه اللي عنده في البيت، او ممكن يعني اضعف شيء اللي يقدر يسويه يعني ممكن يتمرن على بادي ويت
يعني ممكن الواحد يسألني اليوم يقول كابتن زين ما عندنا يعني العلم الكافي شلون نشغل الجسم. اليوم احنا عندنا في وسائل التواصل الاجتماعي ما شاء الله تمارين كثيره ممكن الواحد يبحث عنها. ممكن يكتب مثلا بودي ويت اكسرسايز يطلع له تمرين وتمارين. اهم شيء هي يعني الزب يعني اهم شيء الهدف ان الواحد يتحرك، او ممكن يمارس الرياضه اللي هو حابها، الرياضه المشي، رياضه السباحه، السيكل، بس اهم شيء انه يحاول انه كثر الامكان. يعني ممكن احنا نقول السعرات اللي ياخذها في العيد واوفر، يعني ممكن احنا نتكلم الناس تاخذ مو بتشيت ميل، لا تاخذ اوبن داي، ريوك غير متوازن، غدا غير متوازن، العشاء غير متوازن، فعلى الاقل واحد يعني يتدارك الامر شوي. والسناكات يعني من احد يعني من احد الطرق، يعني طبعا تكون يعني افضل منه ان ما يكون هناك في خطه، ان الواحد ممكن انه يتريق زائد الحلو، لان احنا في مجتمعنا لازم حلو شوي عقب الاكل عقب الغداء وعقب العشاء، عقب الريوق يحاول 4 ساعات يصوم نفس ما انتم تفضلتوا قبل الحلقه. كنت اسمعكم الصيام هذه ترى وايد زين، 4 ساعات هذه قبل الغداء انا اشرب ماء، احاول اتحرك، احاول ما اقعد مكان ثاني، يعني مكان يعني مكان واطول، لا احاول اقوم اتحرك وذي. والغداء نفس الشيء، بعد ما انا اتغدى وخلاص اخلي الفتره ما بين الغداء والعشاء 4-5 ساعات، وهالوقت اصوم بس ممكن اشرب ماء واتحرك. يعني احنا نقول ممكن ما نقدر نرجع السعرات او نحرقها مالت اليوم خربطة اليوم كلها، بس افضل يعني كثر ما نقدر نمسك كفاءة الجسم. طيب خلينا نسوي حركة ذكاء. اوكي. يعني الحين في سفرة العيد الصبح مثلا ايه؟ بتكون مجموعة مشكلة، في عندي موالح، في عندي سكريات، في عندي فواكه. هل مثلا يعني على اساس ان يكون اقل الضرر خذيت لي قطعة واحدة من الحلويات، خذت لي قطعتين من الموالح ما تضر؟ ممتاز. المفروض اني انا اكثر مثلا في الفواكه، منها يعني في بعض الفواكه يعني طعم السكر فيها واضح مثل المانجا او مثل عرفت شلون؟ سعراتها عاليه. اي لكن افضل من الحلويات اللي يعني نعم أكيد. كلها دهون وسكريات. نعم اكيد. الواحد لازم يحاول نفس ما احنا ذكرنا في بدايه الحلقه، يعني اول ما يحس بشعور بالشبع شوي يحاول انه يعني يتجنب شوي انه ما يكثر. يعني ممكن يلجأ حق الأشياء المفيدة نفس ما تفضلت الفواكه شوي، يعني وشرب الماء، شرب الماء. وفي شغلة لازم احنا لازم نذكر نفسنا فيها، وأنا دائما أذكر في عيالي وأذكر في الناس اللي أنا أدربهم والناس بشكل عام في المجتمع وفي العيلة، احنا ممكن نتفقد يعني بشغلة التحدث مع النفس بطريقة إيجابية. ويعني أنت تكون لازم بينك وبين نفسك أنت تكون حريص وعلى صحتك شوي. يعني ممكن انا اليوم اقول لك يعني ممكن تاكل، ممكن انت ممكن تقول اوكي يعني جو مني شوي تاكل لك حبه هاي، بس لازم تكون في نفس الوقت حريص شوي على صحتك. يعني في ناس ممكن اليوم يعني لما يروح في العزايم يودي معه وجبته، يعني انا اقول احنا ممكن يعني يقول يعني انت اليوم عازمينك انت ممكن تقعد معهم تاكل بس كميه قليله، فلازم يكون عندك يعني انت يكون عندك حذر ان في النهايه انا صحتي مهمه مهما كانت الاعياد وذي، بس احاول كثر ما انا اقدر. في بعض الناس تقول لك لا يعني الحين هذه ما التزم شهر رمضان بيلتزم في العيد، خلاص خليه يخربها في العيد وبعد العيد يصير خير. يصير خير. هو هي لازم احنا نعرف شغله انه كثر ما انت تخربط في الاكل كثر ما انت تضر نفسك. يعني اوكي ممكن ترجع كفاءه الجسم عقب، ولكن انا دائما انا مع يعني منهج الاعتدال في اخذ الوجبات يعني في الشهر او في العيد او رمضان. يعني أنا جاتني فترة يومياً قعدت أشوف مثلاً شغلة أو اندمجت مع شيء، أكثر شيء أكله الشيبس، شلت الشيبس بدلته بخيار وجزر وفلفل وهالسوالف، خليت السناك وخليته دائماً يعني لأني عند يعني الثلاجة القريبة من التلفزيون، فصرت خلاص كل ما جعت أو حسيت أني أنا أبي أخربط أطلع البوكس دي. والله العظيم بس ما في شيء مثل صوت الشيبس اللي ما لا لا عادي نفس لا 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 الجزر بعد هي الاعتدال اختي حنان جدا ممتاز. يعني انت حتى في اليوم اذا اللايف ستايل انا اتكلم خلينا من الاثليتس الرياضيين اللي دقيقين جدا في سواء كان الرياضه اللي هم يمارسونها اكلهم محسوب بحكم انهم يعني يبون البوديوم يبون لايف ستايل. انت ممكن شوي مثلا تقلل سعراتك من شغله تاكل شيء في خاطرك وتحاول انه على الاقل تحرق. يعني مثلا اليوم انا مثلا كلت سويت ممكن انا اقول لا خلاص انت خربت اليوم وهذه، لا خلاص قول حق نفسك انا خربطت في الاكل اليوم، احاول انا اروح في الليل مثلا او اي وقت يناسبني
امارس رياضه المشي عشان احرق اللي يعني اللي اخذت من السعرات الزايده. احنا يمكن يعني ككبار نقدر نتحكم شوي في انفسنا، لكن احنا مشكلتنا في الاطفال صغار السن هذولي اللي يكونون مندفعين وياكلون بشراهه كانه اخر صحن بيكون موجود عند الحين وقاعد ياكل كميات كبيره ورا بعض. يعني يمكن هذه مشكله احنا نعاني منها، وتقول يا ولد اصبر يا بنت ما يصير، ها لكن بالتالي لما يشوفك انت لهيت يسار ويمين راح وكله من وراك وخرب الدنيا. هذه بعد مشكله احنا نعاني والله منها. والله اخوي علي انا يمكن من خلال شاشتكم يعني دائما يعني كنت اطلع قبل واتكلم عن موضوع العيال ابنائنا، يعني للاسف هي اولياء الامور هم اللي لازم يحطون يعني الجدول اليومي للطفل. حتى في الاكل، نعم حتى في الاكل انت ممكن اليوم تكون معه تقول ايوبا لا تاكل هذه خلينا نعطيك بس كميه بسيطه، انت لازم تكون معه. يعني الولد سبحان الله كل ما انت اهملته ما طالعته كل ما هو راح يعني بطريق انه ممكن وزنه يزيد الى ما ذلك، كل ما انت انتبهت عليه وكنت معه كل ما هو سمع كلامك. فهذه انا دائما اقول اولياء الامور لازم يكونوا حريصين. ممكن الولد اليوم ياكل بس انت حط في بالك انه ممكن انا عقبه طالعه مثلا عندي سيكل هو عنده سيكل نطلع نتمشى بالسيكل او نتمشي، يعني اجيبها له بطريقه غير مباشره. نعم. على اساس انه يقدر يحرق له كله هذا يعني كله. ممكن انا علي نعطي امثله احسن حق المشاهدين. صدق. يعني انا اول يوم دام فضلك اول يوم وديت العيال مدينه الالعاب ملاهي مدينه الالعاب الطيبين وديتهم استانسوا وقلت لهم يا يوب احنا كنا صغار وني وذي فعيشتم الاجواء احنا كنا نروح قبل. فثاني يوم قلت لهم يا ايوب احنا امس رحنا مدينه العاب، اليوم ثاني يوم العيد اللي هو امس كنا بنروح سيلن نسبح ونركب طعوس وذي نغير الجو. قالوا اوكي. قلت لهم بس بشرط بنروح اول شيء نتمرن. فحطينا المات، حطينا الجام روب، سوينا دبل سنجل اندر دبل اندر، عقب ركبنا الطعوس نزلنا. هم تعبوا شوي، هم بما هم يلعبون في انديه يلعبون كره القدم اعطيتهم شويه مهارات اللي يخص في لعبتهم، وبعد ذلك وديتهم البحر قعدنا واستانسوا وذي. فممكن اليوم ولي الامر يقول انا ممكن ما عندي هاي الاستراتيجيه شلون انا يعني انا ما عندي لياقه ما عندي استراتيجيه انا ما اقدر اقل عيالي. صح. في ناس وايد الحين في المجتمع رب لك الحمد انت ممكن تلجا حق ناس مختصين تقول لهم انا بحط جدول يومي حق عيالي شنو انا اقدر اسوي، وان شاء الله يعني الواحد ينوي وان شاء الله خير. يعني يمكن اقل الضرر حنان يمكن في المداخله هذه ان الاطفال يعني بحكم مثلا بعض الدكاتره اللي كنت اسولف انا وياهم. نعم. فكان يقول يعني تقدر تغشه بطريقه مفيده له. قلت شلون؟ قال تحط لك مثلا سلطه فواكه وتحط عليها شيء بسيط كاكاو او ايس كريم، هم مضطره لانه يبي الكاكاو والايس كريم بياكل معاه الفواكه، فانت يقول لك صار اقل ضرر. ممتاز. وصارت كميات الفائده اللي ياخذها من الفواكه هي المفيده له. لا بياكل الشوكلت بياكل الايس كريم بيخلي الفواكه اللي على صنقره. احنا مشكلتنا بعد في نقطه السوشيال ميديا. لما انا اجي واصور هذا المطعم واصور هذا وهذا إيه؟ يمكن انا ما اكل من الاشياء اللي انا اصورها، مجرد هي دعايه واعلان. نعم. لكن اللي يتابعني في اعمار نقول المراهقين. نعم. هني تبدا المشكله في زياده الوزن والسمنه. شلون انا اقنع هذا المراهق ان اللي يتصور لك ترى اغلبه يمكن يكون مضر بصحتك. فاحنا نلاقي نسبه السمنه بين المراهقين. نعم. هي نفس الشيء نفس ما انا ذكرت اختي الوعي لازم احنا نكون معاهم حتى المراهق او سواء كان الطفل او المراهق لازم احنا نفس ما تفضلتي نقعد نتكلم معاه ترى يعني هذا الشخص هذا مثلا دعايه عشان المطعم وهذه ماركتينج وتسويق يعني نفهمه نحطه في الصوره يعني مو كل مش اي شغله الواحد يعني ممكن اليوم نتكلم عنها تكون مفيده لنا زائد احاول ان انا اخليه اصلا يتمرن يعني احاول اخليه يتمرن يعني احنا بشكل يعني بشكل مبسط احنا عندنا في المجتمع الاكل مش موزون خلينا نكون واقعيين الاكل مش موزون فعلى الاقل يتمرن يعني على الاقل يتمرن الحين ربي لك الحمد يعني أسأل الله يحفظهم يعني المسائل إذا الله ما قصروا في أماكن ترفيهية. صحيح. في سباير ميناء الدوحة أماكن حلوة يعني حتى أنا يعني أوجه رسالتي حق أولياء الأمور ترى الجو زين يعني ممكن تطلع معاهم في هذا العيد وتروح معاهم ميناء الدوحة تروح معاهم الوسيل فعاليات حلوة تتمشى معاهم تلعب إياهم يعني ممكن تأخذ لك كورة وممكن في فعالية ممكن تشترك مع
ولدك وتحمسه وتشجعه. يعني سبحان الله الولد شاف أبوه يعطي حماس ويشجعه ويقعد معاه وكل ما يغلط يبتسم له يقول له يا يبا ما عليه أنت غلط اليوم تتعلم. هذا إحنا هذا الشيء أمانة دائما أنا أتكلم يعني حتى الربع يقعدون وياي حطوا وقتكم حق عيالكم. يعني إحنا ممكن خلاص صرنا في عمر لازم نبني جيل قوي ذهنيا بدنيا بما يرضي الله سبحانه وتعالى في المستقبل. نقعد معاه نعلمهم لأن إحنا في النهاية نبغي نشوف مجتمع قطري بإذن الله تعالى يعني متكامل بإذن الله. يمكن كابتن حنا خلنا نتكلم عن ثقافة أو الوعي في موضوع الرياضة، الاتزان الغذائي، الأمور هذه كلها، حتى طريقة تعاملك مع الطفل. اليوم أنت تبي يعني تجيبه من باب الترغيب وليس من باب الترهيب. للأسف إنه يمكن حنا عندنا بعضنا ما يتحمل لما يكون عنده 2-3 يا ولد أقعد لا تأكل، فيبتدي ينهر الطفل ويتكلم معاه بعصبية، فينصدم الطفل إن أبوه مثلاً قاعد يتكلم معه بطريقة هذه، وهذا أبي يبي يوصل له معلومة صحيحة لكن هو أخطأ فيها. فأنت يمكن قبل شوي ذكرت شغلة إنك أنت خليتهم يتمرنون أو سويت لهم اللي يبغون لكن خليتها مشروطة. نعم. أن خلونا نلعب مثلاً بالحبل وبعض الألعاب هذه وبعدين أوديكم اللي أنت تبونه. هنا نفتقد الجزئية هذه، فنبي يعني اللي يسمعنا اليوم وشاهدنا عبر شاشة تلفزيون قطر شلون نقدر نغير من ثقافتنا لعملية الترغيب لأطفالنا على أساس يسوون اللي حنا نبي. سؤال جدا جميل أخوي علي. البرنامج اليومي مثلا احنا عندنا 5 أيام إجازة، هم إجازة، احنا اليوم ممكن نقعد معاهم نقول لهم أيوة بكرة وين خاطركم تروحون؟ أنت ممكن حاط جدول في بالك. الجدول هذه يعني راح يساعدهم أنهم يتحركون يتمرنون، منه يلعبون ومنه يتحركون. أنت ممكن تقعد معهم تقول لهم ترى بكرة بنروح المكان الفلاني، إيش رأيكم؟ تبون نغير؟ تبون نروح؟ إذا أنت شفت هم يبغون يروحون مكان مش مناسب لهم، أنت ممكن تقول لهم إن شاء الله بنروح بس إيش رأيك مني أحسن. دائما لما أنت تأخذ رأي الطفل تحسس الطفل أنه نعم له رأي له كلمته وكذا. ولما نفس ما قلنا لما يخطي وانت كذلك بعد تقول له ما عليه ترى كلنا خطينا بس لازم نتعلم وكذا كذا. فهذا الولد يبغيه عشان انت تبنيه صح لازم انت هو يغلط. احنا للاسف البعض وليس الكل ينتظر ان ولده يعني يغلط عشان يعاقبه ها ليش ما ليش ما ليش، لانه هو الطفل في النهايه لازم يغلط. الكبير يعني احنا في زمننا الكبير يغلط حزات يعني كلنا مش ما حد محسوم من الغلط، فلما يغلط تقعد معاه وتعلم الصح. فهاي الشيء احنا يعني ممكن نقول يعني البعض مش الكل يفتقد يعني. الله يرحمه ابوي والله ما شاء الله كان ياخذ رايه زمان غير يعني احنا كان ياخذ رايه بالخنق زمان يربطون على ريال لا طفولتكم صراحه بس يكفي طلعت مصنع الرجال يعني الله يطولنا في اعمارهم يعني اللهم امين يا رب. كابتن كم جمعت عيديه بعيد عن التدريب والاكل؟ هو ما جمع، هو دفع مسكين وطلع عيادي هو دفع طلعنا بس امس رحنا السيله ما طلعنا عيادي اول امس لا رحنا يعني والله الحمد لله العيد يعني كان متميز امانه يعني مرينا بيت الأهل الحمد لله و يعني الحمد لله رب العالمين. في خطة يعني دائما الواحد يحط خطة طوال العيد الإجازة يشوف أنه أكتف على طول يعني. كابتن ما دام أنك ذكرت بيت الأهل بالنسبة لكبار السن يعني الشيبان العجائز أيضا هم يتعرضون للمشاكل هذه اللي هي وجبات العيد اللي خلنا نقول كلها سكريات ودهون. نعم. لابد انهم يعوضون خاصه هم في اعمارهم معرضين لمشاكل كثيره ويمكن اكيد بعضهم مصاب بالسكر بالضغط بالامور نفس هذه وما راح يكون عنده ذيك القوه علشان يتحرك، لكن اكيد بيكون في مثلا تمارين مناسبه لهم على اساس انهم يقدرون يعني يشتكون من اللي هم كلوا منه. والله اخوي علي انت ذكرتنا بنقطه جدا مهمه. الكبار في السن بالعكس يعني الكبار في السن هم يبون اصلا هم يبون التمرين اكثر من الصغار. يعني جسم الإنسان علمياً من بعد 30-35 سنة يبدأ العضلات يعني سنوياً تقل، طبعاً جودة العضلات تقل هاي علمياً، فما بالك شخص من بعد 40 سنة في عمار 50 و60 يعني كبار في السن
ممكن نتناول نفس الأطعمة اللي إحنا ناكلها، ممكن إحنا يعني اليوم يكون عندنا جدول نروح نتحرك نودي العيال هذي، بس هم يأكلون وأكثرتهم قاعدين وهم يستقبلون يعني يستقبلون عيالهم، فهذا يعني شيء جدا خطر. يعني أنا أقول سواء في العيد أو بعد العيد، يعني كل واحد يحاول إنه يقعد مع شيبانه مثلا يشوف شنو الأنسب له، يعني ممكن مشي، حتى التمارين ممكن تمارين يعني تمارين الباندات دامبلز خفيف جدا مهم، يعني العضلات تكون ما عشان العضلة ما تدش في حالة ضمور عضلي، فبالتالي جدا جدا مهم حتى الكبار في السن احنا نخليهم يتمرنون. يعني الرياضة دام لايف ستايل سواء حق الكبير او الصغير. ممكن اليوم البعض يفكر شلون يريح شيبان، يجيب له مثلا بما الاساليب اللي يريحه، ولكن ينسى موضوع انه يعني مثل ما تقول يعني يفكر في شلون يحط له برنامج تدريبي بما يتناسب مستواه وعمره. ممكن من كثر البر اللي فينا ما نبيهم يتحركون واحنا يمكن قاعدين نخرب عليهم. يعني لازم بس هني صارت برنامج عائلي بما ان احنا في الفتره هذه نقدر ناخذ الشيبان والعجايز نعم ومع عيالنا ونطلع كلنا احنا وياهم في الاماكن اللي فيها ممشى. نعم الجو حلو هالايام حنان. نعم جدا جميل، جميل جدا الفترات خاصه من بعد العصر، وتقعد انت تمشى انت وياهم مسافات طويله مع السوالف والدردشه. قطعتوا مسافه كبيره حركتوا. نعم تمرنتوا تمرن. صار في نشاط ممتاز وبالمره انك طلعتهم وونستهم. أنا يطري علي كنت أروح فيستيفال أمشي كل يوم الصبح الشايب ومرته معاي في نفس الوقت، أنا بلش مشي وهم الاثنين يبلشون مشي، طبعا أنا لفتي بنص لفة لهم، يعني هم يمشون على الساعة يتمشون، فأنا أخلص وهم توهم ليحين يمشون كل يوم كل يوم ما شاء الله تبارك الرحمن. وكل ما مريت أقول يا الله تبارك الرحمن، يعني جايين من الصبح بدري الساعة 7:30 أو 8 قبل ما يفتحون المجمع وهم يتمشون ما شاء الله عليهم. ما شاء الله يعني هذا الشيء الصح، يعني هذا صح. احنا نقول دائما حق المشاهدين حاولوا انكم يعني تاخذون شيبانكم الكبار في السن عندكم تخلوهم يتمشون، يعني حتى لو يعني انا اقول حتى لو كيلوين كيلو عادي ما في اشكاليه، يعني نفس ما تفضل اخوي علي مع السوالف مع الضحك مع الدردشه الواحد ما يحس في الوقت، يعني حتى في الستيب يعني ممكن تلقى 4,000 5,000 ستيبهم حلوين. بكرة رايح فيستيفل أشوف الشايب والعجوز هذا لازم أتحقق منه. لازم تروح تشوف. كابتن فيصل بهزاع يعطيك العافية وعيد الله عليك مبارك ثاني مرة. شرفتنا في هالبرنامج وأمانة يعني استفدنا من بعض المعلومات الرياضية اللي فعلا تفيدنا حنا كأولياء أمور ونحن اليوم كمشاهد اللي طالعنا إنه يتحرك بدل الربادة والقاعدة في البيت لازم يتحركون شوي. هذا أكيد. كان عندي كلمة أخيرة. تفضل. دام فضلت أختي حنان سيد السمو الأمير عسى الله يحفظه ويطولنا في عمره، يعني قال قطر تستحق الأفضل من أبنائها. الرياضة لها دور في بناء صحة أبناء الوطن. فالرياضة راح تنمي عندهم قدرات ذهنية، راح تنمي عندهم قدرات بدنية، ولبناء مجتمع أقوى صحياً. وجسديا بإذن الله تعالى. بإذن الله ألف ألف شكر لك. الله يجزاك خير. شكرا لك. تعرف علي دائما الناس يقولون عيد الأول أحسن والجيل الجديد يقول لك لا عيدنا إحنا اليوم أحسن. أنت شو تشوف؟ أنا يعني أذكر قبل تقريبا 10 سنين كان في العيد نسوي مسابقة، مسابقاتنا شنو؟ نسادح واللي يسدح الثاني يأخذ له جائزة 200 ريال 300 ريال. فكنت انتظر الفترة هذه من العيد للعيد. لا أنا أكيد العيد الأول أحلى طبعا. لا لا مسابقاتنا إحنا الأول أنا أعد لك عيديتك. ممكن أنا أخذ لك شيء يعني ريال ريالين. في تقرير جميل عن الموضوع هذا؟ إي عند سالم المنصوري. نروح له؟ نروح له. أنا أذكر يعني أول العيد غير الآن، يعني يؤلمني ويفرحني أيضا في نفس الوقت المعايدات الإلكترونية بعضهم يرسلها من في الليل، يرسلها تقوم الصبح تلقى معايد فيك بالواتساب وكذا ومعايدين، وبعدين نعم في مجالس مفتوحة وفي زيارات بسيطة وفي يعني العيد ما زال يعني الجيران شوي والأهل والأقارب، لكن مو بالعيد الأولي
يجيباننا الأوليين يوم يخلصون من الصلاة لفوا البيوت مشي ها هني تستأنس وتبع اليحال وتمشي معاهم هني العيوة هاي تاكل من عند هذه مدري شنو عند هذه مدري شنو إيه نعم الحياة كانت متواضعة لكن كانت حلوة العيد كان كنا نفرح بثوب الجديد صراحة نفرح بثوب الجديد تكرمون حتى كل اللبس النعال تكرمون القحفية ها واللي يلبس غترة والغترة نفرح بها نستانس الثوب أقدر طالع 10 مرات معلق وأقدر طالع من الفرحة ثوب جديد المائدة اللي دائما موجود عليها السائد الحلوة الحين الحلوة قليل ما نحى يعني فواكة ويحطون شغلات ثانية الله يا سوق واقف سوق واقف هذا طبعا عالم آخر خصوصا في العيد يعني بعض الملابس ترى ما اشتريها إلا بسوق واقف ما لها طعم في المحلات الثانية أروح أتعنالها سوق واقف عشان أشتريها الله يا سوق واقف مجملك ليلة العيد ذكرياتك قديمة وشوق قلبي يزيد هذا طبعا بيت طلع لسوق واقف يعني سوق واقف بحد ذاته يعني فرحة ليلة العيد الناس اللي ما شفته من زمان تشوفه في ليلة العيد تعيد يفتخر من يزور الثاني من يجي الثاني البيبان مبطلة والعالم بطلة ولين في الليل والعالم تزاور ونستانس وكل شوي طالع مخباك كم العيدية طالع كم عطوك عيدية عاد عيديتنا شوي احنا وبحين احنا تعطي الياهل 10 ريال طالعت كذي مش حقيقة تعطينا 10 ريال يبي 50 هذا أقل شيء هل يحال هذه اللي تو أقرع وتو يركب شو اسمه لابس قحفية ومزاري احنا الأول غير واحنا لابسين قحفية ها ولا غترة تسحب عاد احنا صوب دخان من هناك لازم عاد غترة ما يصير تلبس قحفية لا تهطوا لازم غترة تسحب بس كنا نستانس والله ذكريات العيد وايد وايد حلوة بقول الناس الطيبين وبقت العادات إن شاء الله أنها ما انقطعت بقت المزاورة بقت يعني العلم الطيب والعلم الغانم وبيوت هالقطر مفتوحة للكل وصيتي يعني معلش اسمحوا لي يعني اللي عنده أم واللي عنده أبو ما زالوا حيين كبار في السن حبوا يديهم ورؤوسهم في العيد فرحوهم وقعدوا معاهم يعني الـ هذا كنز ما يحس فيه إلا اللي فقده فإن شاء الله هالقطر فيهم الخير والمقيمين اللي في قطر فيهم الخير وكلها يعني ناس فيها خير إن شاء الله وما يبون وصية مني أكيد لكن من اللي في القلب يعني فرحة العيد فرحة اللي يعني حتى مثلا جار أبوك السابق مر عليه إذا أبوك رحل الله يعطيه الصحة والعافية إذا موجود وإذا يعني مر عليه مر على جيرانكم الأولين مر على يعني جماعتكم الأولين مروا عليهم يعني حسسوا الناس بأن الدنيا ما زالت بخير والعلاقة ما انقطعت برحيل شخص أو رحيل شخص آخر ما زالت موجودة تسامحوا حبوا بعضكم فرحوا بالعيد ترى الفرحة حلوة الفرحة زينة الواحد يفرح يخلق له فرحة ويفرح في عيد أو غير عيد افرح يا أخي ترى الدنيا ما لها أمان والله افرحوا فنقولهم كل عام هم بخير وعيدكم مبارك والله يعيد علينا وعليكم إن شاء الله بالأمن والأمان على الأمة العربية والإسلامية يا رب ودامت إن شاء الله قطر والله يبارك فيكم إن شاء الله وعيدكم مبارك صورة قطر في خيالي فوق كل الصور تاج المكارم ودار المخلصين الكرام يا ديرتي نور مجدك نور ليلة بدر بين الدول شامخة تحظى بكل احترام يا ديرتي نور مجدك نور ليلة بدر بين الدول شامخة تحظى بكل احترام وجه الأصالة بلادي والجبين الأغر محط الأنظار صرتي في عيون الأنام عيشي كريمة عيشي كريمة تحت راية سمو والفخر أبو حمد راعي العليا عليه السلام شيخ الفكر والمواقف والوفاء والسطر على خط العود شرع للنجاح النظام رز العلم في الصدارة بالعزم والظفر وخلى قطر في سنام المجد فوق الغمام والشعب رمز التلاحم من قديم العصر
وأكبر دليل المواقف في نهار الزحام. تاريخهم من قديم أسلافهم له أثر، أخبارهم في سما الأمجاد ذروة سنام. هذه قطر كوكب الأمجاد، هذه قطر أصل الفخر في بداياته ومسك الختام. يا ديرتي في قلوب الشعب حبك كبر، وصدق الولاء يا بلادي نرفعه كل عام. في عيد رمضان نبارك للقيادة على رأس سمو الأمير الشيخ تميم وسمو الأمير الوالد وجميع من يعمل من أجل قطر وأهل قطر جميعا والمقيمين فيها. عيدكم مبارك، عايد على الشيخ تميم والشيخ حمد وجميع أهل قطر، وكل عام وانتم بخير. مشاهدينا الكرام، مع قدوم عيد الفطر السعيد الذي يعد فرصة للاستماع والتواصل والتعلم، تبدأ المناقشات حول كيفية قضاء إجازة العيد، حيث يفضل البعض زيارة الأهل والأصدقاء، ويفضل آخرون قضاء العطلة في السفر أو زيارة الأماكن السياحية في الدولة. فهناك العديد من الأنشطة الثقافية الاجتماعية الدينية الرياضية التي يمكن ممارستها خلال فترة الإجازة، فلا بد من التحضير النفسي والجسدي والتخطيط بشكل جيد لقضاء عطلة العيد هادفة ومتنوعة. والحديث عن أهمية استثمار الوقت والقيام بالأعمال النافعة خلال فترة إجازة العيد، نستضيف معنا الأخصائي الأسري في مركز الاستشارات الأسرية السيد ناصر الهاجري. صبحك الله بالخير وعيد الله عليك مبارك. العايدين والفايزين، والله يصبحكم ويصبح المشاهدين بالخير. بما أن احنا عندنا إجازة عيد الحين، في البداية خلينا نتكلم عن أثر هذه الإجازة على الأفراد وشلون يرتبون لها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما في شك تجديد الحياة وروتين الحياة يبتدي من الإجازات. كلنا ذاك الرجل، كلنا تلك المرأة اللي تنتظر الراحة بعد العيد في الإجازات، نعيد نشاطنا، نعيد حيويتنا، نعيد علاقاتنا. إن في بعض الناس إنه روتينه اليومي دوام نوم دوام نوم، ما يعرف غيرها نهائيا. تجي الحياة الجديدة هذه بالنسبة له نوع طفرة في الحياة. الإجازة هذه تغيير مسار وتجديده. الإجازة نوع من ثمرة جهد جي عنده، حياته تكون يعني تفصيلها في الإجازة مع عياله، مع جماعته، سياحة. يعني لاحظ أن الفترة اللي راحت هذه من بعد كورونا، العالم اتجهت على السياحة بشكل رهيب جدا. كل ما تسأل عن العوائل، بالعوائل الأول كان الشباب الحالهم يروحون، الأزواج الحالهم يروحون، والعوائل كنا جالسين في البيوت بأكثرهم. الآن لا، صارت نمط فيها متغير إلى الأفضل، صارت مشاركة بين الأسرة والعيال كامل، رب الأسرة والأم الزوجة والعيال والجدات والجدان كلهم يروحون مع بعض إلى دول يعني سياحية آمنة، يكونون مرتاحين فيها أو في مجالسهم وبيوتهم في مزارعهم في على البحر على الأجواء الزينة هذه، يعني كان فيها تجديد في الحياة، نمط الحياة. وعكسها في بعضهم يأخذ الجانب السلبي، نايم ولا ما له خلق يقابل أحد، قافل بابه وجالس مكان. لا مو بنايم، هو الحين تخربط عنده البرنامج، فلما يكون هو نايم عياله قاعدين، يقوم عياله ناموا فتعاكس هو يوم. والله العظيم يعني في بعضهم يعني مر علينا يعني بعض المواقف اللي صارت، كنا إيش الخربطة هذه؟ المفروض إنه صحيح إن رمضان يعني الناس كانت تسهر كذا لين تصلي الفجر، بعدين الآن المفروض إنهم يعدلون. شلون إحنا نعدل خلال هذه الفترة؟ اضغط على عمرك، يعني من أنت سهران لا بكمل شيء بسيط، عقبها بضغط على عمري إن أنا لازم أقوم.
لازم أقوم وأقابل الناس وأجلس في مكاني وأشاهد عيالي وأعلم عيالي أن هذا نمط حياتنا في العيد، لأنها بتكون منقوشة في الحجر. هذا تربية في الصغر، لابد أن أعلم عيالي أن هذه حياتنا بالطريقة الصحيحة. حياتنا مو كلها نوم وكلها أهمال وكلها يعني لا مبالاة. وبعدها أقولك والله نمط الحياة سريع، حياتنا الأول غير. أنت السبب في المشكلة هذه، لابد أنك تضغط على نفسك وتعالج المسألة هذه بطريقة أو بأخرى. أنت لو بكرة جاك الدوام كل أسبوع بيجي الدوام، إيش بتسوي؟ بتسوي نفس الطريقة، بترقد وتخلي دوامك؟ لا طبعاً. فنقدر أنا أسوي البرمجة على أساس أن دوامي بكرة، بس أني أخليها كإجازة. هذا هو، ممكن تواصل وترجع من الدوام وتدخل في عادة سيئة أخرى، بتنام طول اليوم لين الدوام اليوم الثاني، أهملت بيتك. يعني من سيء إلى أسوأ. لابد تعيش الحياة بتفاصيلها بالطريقة الصحيحة. وقت المقيال مقيال، العصر إذا عندك مشاغل عندك شيء، المغربية جلستك مع أهلك مع أخوانك في مجلسك، في الليل مع زوجتك تروح تقضى معاها أشياء، تتعشى معاهم، تتغدى معاهم، تريق معاهم. في ناس لا يتغدون ولا يتريقون ولا يتعشون، حتى الشاي ما يشرب معاهم. يعني نمط حياته مختلف 180 درجة، كأنه نازل من كوكب آخر. بعدين نرجع نقول ليش عيالنا ما يتطبعون بطبايعنا؟ ليش عيالنا ما يهتمون بالتواصل مع أهالينا؟ يمكن ونلقي اللوم على مواقع التواصل الاجتماعي، ونلقي اللوم على الإعلام إن هم اللي خلوا عيالنا ما يتواصلون مع أحد. صحيح. نلقي اللوم على التواصل الاجتماعي، على الإعلام، وعلى الوقت، وعلى الزمن اللي احنا فيه، والعيب فينا والمشكلة فينا. التواصل الاجتماعي ما هو إلا أداة، فيه الزين وفيه الشين، أنت تتابع شنو؟ وقرب المسافات. نعم. أيضا نعم نعم، مثل ما قلت فيه الزين وفيه الشين، أنت تتابع من؟ عيالك يتابعون من؟ يشوفون من؟ يسمعون من؟ الشور عند من؟ عندك ولا عندهم؟ أنت وينك من المسألة هذه؟ أنت تارك فراغ كبير، والفراغ لابد أن يعبه. من اللي يعبيه؟ تبون يعبون اللي في السوشيال ميديا اللي يعتبرون مثل الناس الوهميين بالنسبة لعيالك، ما نعرف منهم وش هي أخلاقياتهم؟ ولا أنت كأب كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ أنت اللي تعبي الفراغ هذا. هل الفراغ هذا بيتعبى بالطريقة الصحيحة؟ كنت أتناقش مع واحد من الأخوان، قلت له عادة السجاير ترى عادة تقدر تتركها وتقدر تستمر فيها، كلها تكنيك بسيط وسلام عليكم. لكن إذا أنت يوميا تدخن قدام الولد، إيش بيطلع لك؟ صح؟ إذا أنت فاتح مجلسك ومحترم الناس وقايم بدورك كأب كقدوة، إيش بيطلع ولدك؟ إذا أنت ماسك مصحفك وتقرأ، إيش بيطلع ولدك؟ إذا أنت 24 ساعة لاهي في هالدنيا، إيش بيطلع ولدك؟ وأنت يا الأم نفس الطريقة. الفراغ هذا من اللي يعبيه؟ هل أنتظر ناس ما أعرف أخلاقياتهم يعبون من مكاني، ولا أنا اللي أعبي هذا الأمر؟ تصحيح اللي تفضلت فيه قبل شوي أستاذنا ناصر، يعني دائما أتناقش مع عيالي في موضوع السوشيال ميديا وشون إحنا نستفيد منهم إلى آخره، فأعطيهم إياها على دفعات لغاية ما استوعبوا فكر معين. فاستغربت منهم واحد يمكن قبل فترة يقول لي والله أنا تابعت فلان، هذا إنسان ما عنده محتوى. جميل. فاستغربت منه بالكلمة هذه، قلت شون يعني ما عنده محتوى؟ قال يعني قاعد يسوي يومياته، يصور كوفي ومش عارف إيش. فخلاني أدخل معاه في نقاش، قلت طيب شنو الفكرة الموجودة عنده؟ قال في الشخص الفلاني قاعد يجيب قصص تاريخية وقاعد يجيب عن السيرة النبوية. فالكلام اللي أنا كنت أقوله الحمد لله يعني أشوف أن ثمرته بينت في الولد هذا، وصار هو اللي قاعد يتابع، وصار هو الآن يحدد في السوشيال ميديا
من اللي هو يفضل أن يشاهده عنده محتوى ومن اللي ما عنده محتوى. ففعلا اليوم لما نفتح الأفاق مع عيالنا ونتناقش حنا وياهم قاعدين نوجههم مثل ما تفضل، افتح مجلسك تقعد محترم نفسك ومحترم اللي حولك ويشوفونك يقلدونك، تقعد انك انت لاهي عنهم والدنيا فانت اكيد انك قاعد تضيعهم بدون ما تدري، بعدين تحط اللوم مثل ما تفضلت على مشاغلك الدنيا كلها. انت استغربت من ابتسامتي، انت قاعد طالعك تستغرب وانا جاي اقول حق ولدي اخر العنقود تركي، قال لي وين يا رايح يبا؟ قلت له رايح التلفزيون عندي لقاء. قال تقدر تقول اسمي التلفزيون؟ نوجه له تحيه تركي من المكان هذا. قلت له تركي المساله مش مساله ان انا اقول اسمك، انت شو اللي بتخلد فيه اسمك؟ صحيح. انت من يا تركي؟ انت بتسوي مثل ابوك مثل جدك مثل عمامك، تلقى القدوات قدامك، لكن اذا انت بتلقى كل واحد ما عنده محتوى مثل ما تفضلت يعني 24 ساعه يصور لي اكل، هذا هين اللي يصور اكل، هذا هين اللي ترقص اللي ما ادري ايش يسوي يتضارب مع رفيقه اي، ولا يسوي لك مقلب ممكن يوقف قلب، هذا وانا ادري انه كذب، انا ادري انه كذب، لكن الطفل هذا يعرف انه كذب بيروح يطبق. هل بنترك المجال حق الناس السذج هذول انه يكونون هم قدوه عيالنا؟ ايام العيد هذه ثروه ومنجب، اما استغليناها ننتظر مواسم اخرى علشان احنا ننتظر الفرص اللي تجينا، لا احنا اللي نصنع الفرص. اجلس مع عيالك، تكلم معاهم، ودهم يا اخي يعني عندك روتين، اركب خيل معاهم، مرابط ايش كثرها؟ 150 ريال ويلا اركب على الخيل وعلى راحتك. تقدر اسوي البحر نشاط معاهم في البيت؟ نعم. مع البنات مع امهم مع العيال كمجموعه من العائله تسوي لهم مثلا نشاط معين، تسمع منهم وترد عليهم وتسمع راي هذا وتخلي هذا يكلم هذا، يكون صح. في خلق حوار هادف داخل البيت وتسمع كل واحد شنو التوجه الموجود عنده. شوف طال عمرك بعض الأوقات الواحد في هذه المسألة يعني يخجل أنه يكون يعني نظرة عياله تكون قاصرة بالنسبة له. الآن المجتمعات تغيرت، المجتمعات تغيرت والثقافات تغيرت، يعني يوم من الأيام أنا قاعد أطالع إلا واحد يقول والله أنا بسوي مثل القطريين مشخصين في كل مكان، يعني لبسي القطرة والعقال وعيالي لبس من القطرة والعقال صار غير غلط. صحيح. أنا عيالي أقول لهم روح المسجد لازم تقطرة وعقال، تروح المجلس قطرة وعقال، وهو صغير طفل لو جيت أقول له أنت رجال قال لي نعم أنا رجال، ليش إن أزرع فيه كلمة رجال، إن الرجولة سلعة غالية لأن يترتب عليها مواقف. صحيح. ها؟ الرجولة مواقف. صحيح. مواقفك أنت كرجل، شدتك كرجل ما هو شدة يعني أن أنا أكسر لقدامي، لا شدتي في مواقفي، صلابتي في مواقفي، الركن اللي يستندون عليه العائلة، أخواني عيالي جماعتي ربعي اللي يثقون فيني، أرفعوا السماعة أبو ثامر أنا عندي المسألة الفلانية، لأنه يثق فيك، يثق في مواقفك، هذه كلها محسوبة لك. الآن أنا وأنت وغير لا جاء رفع شو اسمه جلس نسولف قال الله يرحم شيباننا كانوا كذا وكانوا كذا وكانوا كذا، اعرف بعد كم سنة بيقولون عنك عيالك وأحفادك نفس السالفة نفس الأمر، أنت ما تعيها الآن لكن المستقبل القريب بتكون شايبهم. شوف انا قايل لهم ان انا فاصل عدد عندي 22. الله يعطيك الصحه ان شاء الله. شو اسمه ها وصلت؟ قلت لها ترى العمر رقم. صحيح. والبدن وعاء. صحيح. اذا انا ما طورت الحياه جميله جلست
روحي شابة بشيب بس الوقت. صحيح. الله يعطيك الصحة والعافية وطولة العمر. حديث جدا جميل وشيق معاك أستاذ ناصر الهادري. ألف ألف شكر لك لوجودك معنا، ونقول لك كل عام وأنت بخير مجددا. وأنت بخير وصحة وسلامة، والله يعوده علينا وعليكم وعلى عيالنا وعلى الأمة المسلمية. آمين. كل خير ويمني بركات. أمين يا رب. الله يخلي لك ترك إن شاء الله، وأكيد نتمنى أن إحنا قاعد يتابعنا الآن. موضوع فصل العداد هذا لا بد أني أنا أبحث فيه بعد إن شاء الله. كل الشكر مشاهدين الكرام لسيد ناصر الهاجري، أخصائي أسري في مركز الاستشارات الأسرية. عندنا تقرير جميل من الدوحة، في مكان جميل من الدوحة. من الدوحة القديم. أكيد أن مشاهدين الكرام صار من الدوحة من الوجهات السياحية الجميلة في دولة قطر. شوف معاكم هذا التقرير الجميل ونرجع لكم. بعد شهر من الفعاليات خلال الشهر الكريم، ودع ميناء الدوحة شهر رمضان المبارك، حيث تزين خلال الشهر الكريم بحلة رمضانية مميزة ومثل وجهة مفضلة للجماهير. الفعاليات التي استضافها ميناء الدوحة خلال شهر الفضيل غلب عليها الطابع الشعبي، وذلك حرصاً من إدارة الميناء على إحياء الموروث الشعبي والمحافظة عليها، ومن ضمنها جولة قام بها مجموعة من الشباب بين مباني حي الميناء مصحوبة بأهازيج شعبية، حيث طاف المسحرات بين أجواء الميناء ليذكر الجمهور بوقت السحور كعادته اليومية خلال شهر رمضان المبارك. كما أقيمت فعاليات أخرى متنوعة، منها فعاليات فنية استقطبت الجمهور من كافة الأعمار. وللعيد في ميناء الدوحة مذاق مختلف، حيث يستضيف الميناء عددا من الفعاليات خلال فترة تستمر لمدة 5 أيام تبدأ من مساء أول أيام عيد الفطر المبارك. ومن أبرز الفعاليات التي يتم تنظيمها خلال العيد جلسات شعبية يتم من خلالها إحياء الفنون الشعبية البحرية، وعدة فعاليات لمختلف الفئات السنية بتوفير فرق ترفيهية متجولة في أرجاء حي الميناء مصحوبة بأنشطة مخصصة للأطفال تتضمن الرسم على الوجوه، بالإضافة إلى تواجد الفرق الاستعراضية بشكل يومي في الفترة المسائية في ميناء الدوحة القديم طيلة أيام العيد. طبعاً فعاليات ميناء الدوحة فعاليات جداً جداً جميلة، بالذات أن المكان أصلاً هو حلو، سواء من محلات أو كوفيهات أو ممشى، تقدرون تروحون تشوفون الأماكن الحلوة عندنا في قطر. من فعالياتهم حلوة كان في رمضان عندهم سوق الميناء، كان المكان وايد حلو. الفرقة هذيل المسحر هذيل بروحهم قصة ثانية في الميناء. يعني أنا قاعد أسمع الكلام أنت توصفينه وقاعد أشرب القهوة، حسيت أني دخلت جو معه. نبي نشوف شنو الموجود عندهم في ميناء الدوحة. أكيد إحنا معنا المدير التنفيذي محمد عبد الله الملا، بيكون معنا من سوق الميناء بيتكلم معاه أكثر عن فعاليات اللي موجودة في الميناء. صباح الخير وكل عام وأنت بخير. السلام عليكم، صباحكم الله بالخير. وكل سنة وانتم طيبين. المهندس محمد عبد الله الملا المدير التنفيذي في ميناء الدوحة، حبيبنا احنا نتكلم معاك اليوم عن فعاليات الميناء، شو مجهزين حق العيد؟ بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا في البداية احب اتقدم برفع اسمي التهاني والتبريكات الى مقام سيدي حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى، إلى الشعب القطري ولكل من يقيم على أرض الوطن الطيبة بمناسبة عيد الفطر المبارك، والله يعوده علينا وعليكم بالصحة والعافية. طبعا أختي بالنسبة للفعاليات اللي نقوم فيها حاليا في ميناء الدوحة خلال عيد الفطر واحتفالا بهذه المناسبة العزيزة علينا، الميناء يستضيف طبعا عدة فعاليات مثل ما تم ذكرها بعضها في التقرير المصور، أغلبها طابع شعبي واللي يطبع عليها أكثر طابع البحري
والاستعراضية. وخلال الفترة العيد طبعا ابتداء من أول يوم عيد الفطر ولمدة 5 أيام. إضافة على ذلك طبعا في ميناء الدوحة بحكم طبيعته الجغرافية والطبيعة البحرية تم تخصيص ساحة الكوكينات التي تعتبر الساحة الأساسية لكل ما هو متعلق بالأنشطة البحرية بحكم موقع الميناء في وسط قرنيش الدوحة. هذه الساحة طبعا راح تكون متوفرة لجميع الزوار لفرص تأجير الرحلات البحرية، فرص تجربة الدراجات البحرية، الكاياك، الجيت سكيز، وكل ما هو متعلق مثل ما ذكرت بالأنشطة البحرية اللي تميز طبعا المحلات التجارية في ميناء الدوحة عن باقي الأماكن الأخرى. نعم مهندس محمد الملا، لو تكلمنا عن الإقبال على الميناء في خلال بداية أول يوم العيد، خاصة نحن يمكن شفنا عوائل خليجية توافدت تبي تقضي الإجازة هذه في قطر، نبي نتكلم عن الناس اللي يعني أقبلوا عليكم في هذا العيد. صراحة لله الحمد إقبال الجماهير للميناء فاق توقعاتنا. فابتداء يعني خلنا ناخذها قبل عيد الفطر، جاء من افتتاح المشروع خلال بطولة كأس العالم ومرورا بالأشهر الماضية إلى خلال شهر رمضان والعيد، الحمد لله الأعداد يعني كانت جدا كبيرة للزوار. فالحمد لله اليوم احنا نشوف بالنسبة لعيد الفطر توافد الجماهير طبعا بمختلف الأعمار للميناء خلال فترات اليوم. وهذا الشيء طبعا ما يقتصر على أحد المناطق الميناء، سواء كانت منطقة حي الميناء اللي هي ترتكز فيها أغلب الفعاليات اللي خصصنا لها الفعاليات الاستعراضية، أو كانت ساحة الكونتينرات اللي هي المختصة بالأنشطة البحرية، أو حتى أيضا الحدائق العامة اللي هي تعتبر استكمال وربط مع كورنيش الدوحة. طبعا احنا في فترة الشهر الفضيل كنا شفنا الكثير من الفعاليات في ميناء الدوحة، نتكلم عن إقبال الناس في رمضان على فعالياتكم، شلون شفتوا الإقبال؟ هل كان بالمستوى اللي كنتوا تنتظرونه أم كان أفضل؟ طبعا خلال شهر رمضان الحمد لله كان صراحة فاق توقعاتنا، نقول يكون صادقين في هذا الموضوع. احنا في خلال شهر رمضان حاولنا ان طبعا نضيف بعض الفعاليات اللي هي تتماشى صراحة مع شهر رمضان، وفي نفس الوقت ما نعمل مثل ما تقولين في بعض الفعاليات اللي ما لها علاقة بطبيعة الميناء أو الشهر الفضيل. ففي ميناء الدوحة مثلا تم قمنا فعالية السحر اللي كان يوميا يبتدي من الساعة 10 إلى 11 المساء، ولاحظ صراحة إقبال الناس عليه سواء كانوا احنا يعني الفكرة كنا دائما نفكر ان السحر الناس او يعني الفئات السنية الصغيرة او الاطفال هم اللي راح يستمتعون بمثل هذه الفعالية، لكن صراحة لقينا إقبال شفنا من الجماهير في مختلف الاعمار. نفس الشيء في نهاية الشهر استحدثنا فقرة الوداع اللي يمكن كنا نشوفها قبل في الفرجان، في بعض الفرجان في الدوحة. فإحنا في الميناء حرصنا أن تعزيز هذا الموروث ويعني إبرازه بشكل مناسب للزوار، تذكيرا بالناس بالعادات القديمة في قطر. نعم أبو عبد الله، لو تكلمنا عن الفنون التراثية اللي تقام حاليا وتقدمونها للجمهور في الميناء. طبعا احنا في الميناء بخصوص الفنون التراثية حرصنا ان طبعا نحيي هذا الموروث الشعبي ونحافظ عليه وما اهملنا هذا الجانب التراثي، وركزنا صراحة على ابرازه بالشكل الصحيح ان اللي يتم ترسيخ هذا الموروث في اذهان الجماهير خصوصا الفئات السنية الصغيرة. حاليا في الميناء خلال فترة العيد إن شاء الله يتم تنظيم فرق شعبية بحرية وتقيم جلسات مصحوبة ببعض الأهالي اللي يتم من خلالها إحياء الفعاليات أو الفنون الشعبية البحرية. وبالنسبة طبعا للفئات الأخرى حرصنا على أن يتم وجود بعض الفعاليات لمختلف الفئات السنية
من خلال توفير بعض الفرق الترفيهية اللي تتجول في منطقة حي الميناء بين الممرات والمناطق الرئيسية في المدينة نفسها. بما أن إحنا مقبلين على فصل الصيف، طبعا الصيف والميناء، والميناء مو مكيف، شنو اللي بتسوونه عشان تتفادون عدم ذهاب الناس حق الميناء؟ طبعا خلال فترة الصيف احنا كون الميناء يكون بحكم طبيعته وقربه من البحر راح يتم التركيز بشكل كبير على تفعيل الأنشطة البحرية. ولما قلنا تفعيل الأنشطة البحرية، هذا الكلام ما يقتصر فقط على الرياضيين أو مداولي الأنشطة الرياضية بشكل عام، ولكن أيضا بشكل خاص راح يتم تخصيص البرامج اللي ممكن تساعد أو تخدم كل المستخدمين، سواء كانت العائلات الصغار السن، من خلال تنظيم بعض الرحلات البحرية، بعض الأنشطة. على سبيل المثال راح يكون هناك بعض من خلال التعاون مع المحلات التجارية اللي معنا في ميناء الدوحة، تنظيم بعض الرحلات للجزر القريبة من ميناء الدوحة. نعم أبو عبد الله، لو تكلمني عن يعني أوقات الفعاليات الآن، بتبتدي الساعة كم يعني الفترة المسائية من الساعة مثلا 4 مثلا أو هذا، وليه متى بتستمر؟ طبعا بالنسبة لفعاليات الفنون الشعبية والاستعراضية فهذه راح تكون إن شاء الله خلال فترة أيام العيد، هي ابتدت من أول أيام العيد وبشكل يومي لمدة 5 أيام من فترة الظهر تقريبا من الساعة 12 لغاية الساعة 10 مساء. وطبعا فيما يتعلق بالفعاليات المرتبطة بالأنشطة البحرية فهذه إن شاء الله احنا راح تكون متوفرة طوال أيام العام إن شاء الله. إن شاء الله. ألف ألف شكر لك المهندس محمد عبد الله الملا، المدير التنفيذي في ميناء الدوحة، ألف شكر لك. يعني جميل جدا، احنا نتكلم عن التراث وعن الفنون التراثية اللي قدموها أخواننا في ميناء الدوحة القديم، يعطيهم العافية. وأكيد أن اليوم الزوار أخواننا اللي جونا من دول مجلس التعاون شافوا الفن التراثي البحري القديم في دولة قطر بلونها اللي جديد، خلنا نسميه، أو أنه صار جديد بالنسبة لهم كثقافتهم، وإحنا قاعدين نعلمهم بتراثنا، تراث الشيبان الأولين. كلنا واهتماماته، يعني الناس اللي تهتم بالتراث، وأنا أخذت شيء ثاني الجانب الآخر من كلامه يوم قال إن في رحلات بحرية للجزر القريبة، منسقين مع المطاعم اللي موجودة في الميناء. يعني أنا أروح ما ودي معاي شيء، أكون حاجزة ومرتبة أموري مع مطعم من المطاعم، وأركب اليخت وأوصل لين هذه الجزيرة، أكلي موجود وأنا مستمتعة. لا أنا حدي السيف وأرجع. لا. مشاهدينا الكرام، مستمرين معاكم، لكن نطلع معاكم فاصل ونرجع لكم إن شاء الله.
رجعنا لكم مشاهدينا الكرام وين ما كنتوا تابعون شاشة تلفزيون قطر، ونقول لكم عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، والعيد ما يكتمل فرحته إلا لما نشوف الأماكن الجميلة والاحتفال فيها. وطبعا من أشهر مظاهر العيد هي الفعاليات والأنشطة، بما أن احنا كنا نتكلم عن يعني عن الطفولة وعن الأيام اللي طافت، في من الأشياء الجميلة هي كانت عندنا أماكن نروح لها في الإجازات، مثلا مثل حديقة الحيوان قبل، وكانت عندنا محمية الدوسري. أنا خبر عاد من زمان كنت أروح لها في البدايات، فما شاء الله تبارك الرحمن الفترة الأخيرة لما بديت أقرأ أكثر وأشوف الجرايد ومواقع التواصل الاجتماعي، شفنا أن المحمية كل ما لها تكبر وكل ما لها إنجازاتها أكبر وأكثر. فإحنا اليوم سعيدين بوجود السيد محمد مطر الدوسري، صاحب محمية الدوسري، موجود معنا، وكل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير، وحياكم الله ومرحبا بكم جميعا. عيد الله عليك مبارك طبعا في البداية، وأكيد أن حنا في الإجازات بشكل عام وممكن في الأعياد كثير من الأهالي تكون عندهم فرصة أنهم يجتمعون مع أهلهم ويطلعون طلعة مميزة للمحميات، بما أنهم يعني احنا في جزء كبير من الجزيرة العربية نهتم في المحميات الطبيعية. محمية الدوسري من سنوات طويلة يعني مشكورين على الجهود اللي انتم تبذلونها أمانة، وكل الناس يعني صارت هي واجهة سياحية خاصة في الإجازات والأعياد. فاحنا نبي نتكلم عن المحمية كجهة ترفيهية اليوم تستقطب العوائل في فترة عيد الفطر. بالنسبة أولا كل عام بخير وللجميع بخير. تعتبر محمية الدوسري أحد معالم قطر السياحية والبيئية والتعليمية والتراثية، طبعا يزورها ما يقارب 100,000 زائر في السنة، لها تقريبا 35 سنة. بدأت تتطور من قسم لقسم إلى ما أصبحت يعني لأحد المعالم المشهورة سواء كان في قطر أو في الخليج أو العالم. شنو الفعاليات اللي مجهزينها في المحمية حق إجازة العيد؟ من ضمن الفعاليات اللي هي احتفالات الجاليات، فكان على سبيل المثال أمس كان عندنا عدة احتفالات الجاليات النيبالية والسودانية والأردنية، بالإضافة للسريلانكية والباكستانية وكل الجاليات، بالإضافة بعض حضور الدبلوماسيين كان عندنا يوم أمس. ومهرجان العيد طبعا اللي هو مدة أسبوع مفتوح عامة الجمهور وللعائلات القطرية كذلك، اللي هو طبعا ركوب الحيوانات الخيل والجمال والمسابقات الترفيهية والقسم الأسر المنتجة، بالإضافة إلى المسابقات الثقافية والمسابقات الشعبية، كذلك زيارة حديقة الحيوانات اللي فيها أهم أنواع الحيوانات اللي هو المهل العربي اللي يحمل شعار قطر، بالإضافة للغزلان والوعول والأنشطة الترفيهية واستمتاع الجمهور بالشوي والطبخ داخل المحمية. يعني لما نتكلم عن الجاليات أنهم يشوفونها كوجهة سياحية ويتعنون لها ويجونها، هل اليوم بينكم وبين الجاليات هذه تعاون في ناس تترجم لهم وتعرفهم عن المحمية وعن تاريخها وعن الثروات البيئية الموجودة تمتلكها هذه المحمية؟ طبعا عندنا في قسم إعلامي يوجد في بعض البروشورات والمطويات اللي تخص باللغة العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى مرشد سياحي يشرح الجمهور، بالإضافة إلى كل قسم فيه أفلام وثائقية بالعربي والإنجليزي حق الجمهور عامة. فيها طبعا أقسام اللي هي قسم الطيور البرية والمتحف التراثي، بالإضافة للمتحف الحيوانات البرية، المشتل، بالإضافة للصالة الرياضية وقاعة المحاضرات وغيرها من الأقسام، لكن كلها شاشات موجودة ومترجمة. المحمية تفتح أبوابها من الساعة كم؟ من 7 صباحا إلى 7 مساء، لكن نترك الناس اللي يشوون ويطبخون لحد الساعة 11 بالليل. أوه ما شاء الله تبارك الرحمن. شو اللي تغير في المحمية؟ اللي طبعا اللي هو ضفنا اللي هو قسم المخيمات والأكواخ الأفريقية، اللي يعطي طابع تراثي، لأن كثير من البرامج في تلفزيون قطر وقنوات خليجية وقنوات أجنبية تقوم بعمل تصوير داخل المحمية، سواء كان مسلسلات أو مشاهد أو أفلام أو فيديو كليب. فالحمد لله يعني في تطور كبير للمحمية، وطبعا نشكر حكومة قطر على جهود اللي التشجيع المعنوي، لأن المحمية تلقت مئات كتب الشكر محليا ودوليا. خلينا نرجع شوي للوراء، يعني
قبل 4 شهور كان احنا في قطر استضفنا حدث مهم جدا عالمي اللي هو كاس العالم، وكان يعني سمعنا ان كثير من الزوار اللي جاوا دوله قطر يعني كان حاطين من ضمن الجهات او الاماكن اللي بيزورونها محميه الدوسري. خلينا نتكلم عن الجمهور الكبير اللي جاء وشلون تعاملتوا معاهم وشلون كان انطباعهم عن هذه المحميه. اول اشكرك على السؤال لان هذا سؤال جيد. يمكن اول مبادره في قطر قمت فيها لتشجيع الجمهور ان المواطن القطري ليس هدف الماده، فكانت مبادره مني ان تفتح المحميه ابوابها مجانا للجمهور وضيوف قطر. ما شاء الله. هذه البادره الاولى كانت سويتها، فكان انطباع جيد معظم الجاليات اللي جات قطر وضيوف قطر ان كيف هذا في الوقت اللي هذا المفروض ان الشخص اللي يستغل هذا الفرصه يحصل ملايين ريالات، انا فتحتها مجانا للجمهور حتى اعطت انطباع جيد للمواطن القطري ان كيف يقوم بضيافه للجمهور والاستمتاع بالركوب الحيوانات وشرب القهوه والشاي في الخيمه وبيت الشعر والانشطه الترفيهيه ومشاهده الحيوانات. فلو كانت تكلمنا بانها تكون برسوم فكان مبالغ كبيره، لكن الحمد لله بديت فيها انها تكون مجانيه، كانت تكون اول مبادره لقطر انها تدخل في كاس العالم ونزلت في الصحافه. استاذ محمد، شنو الانجازات اللي حققتوها في خلال 35 سنه؟ المحميه ما شاء الله انجازاتها مئات كتب الشكر وشهادات التقدير، اصبحت علاقاتها محليه ودوليه لدرجه ان بعض الكبار الشخصيات اللي جات قطر تلقيت الشخصيه البيئيه الاولى في قطر، حصلت على جائزه كاس مجلس التعاون للبيئه، حصلت على شهاده الايزو الدوليه، تم تكريمي في اليوم العالمي للتطوع، حصول المحميه على عضويه التميز في اتحاد دول مجلس التعاون، فانجازات اعداد كبيره جدا الحمد لله. يعني انت اليوم دخلت التكنولوجيا في المحمية الطبيعية هذه، وهذه يمكن ما كان أتوقع أن كثير ناس تطري عليهم، شنو كان الهدف من أنك تدخل التكنولوجيا كشاشات وكأفلام وثائقية في هذه المحمية؟ الهدف أن تسهيل للزائر حتى السائح أو الزائر أو الجروبات السياحية أن يشوفون كل قسم موجود فيها أفلام وثائقية عن كل قسم، بالإضافة لما عندنا موقع للمحمية فيه ما يقارب 100 مقابلة تلفزيونية من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى 1500 ورقة تقريباً تخص اللي هي المهرجانات والتغطيات الصحفية والمعارض البيئية. فإنجازات المحمية إنجازات كبيرة، يعني يتذكرونها حتى أذكر أطفال في أيام المدارس وتخرجوا وجابوا أبنائهم وهم في صور في الأرشيف موجودة في المحمية. وأنا سعيد جداً نخدم بلادي قطر بكل ما أستطيع بجهودي الفردية، وسأظل أخدم إن شاء الله قطر، والتوفيق للجميع إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. يعني نقول حق المشاهدين الفعاليات جدا مميزه في محميه الدوسري، وبما ان الجو جميل الفتره هذه حلو ان احنا ناخذ عيالنا نقضي يوم هناك، ممكن نشوي ونطبخ، ممكن ويتعرفون عيالنا ايضا على الحيوانات اللي موجوده ويتعرفون على المها العربي. كم عدد المها العربي اللي عندك في المحميه؟ تقريبا 40 راس من المها العربي الموجود، بالاضافه الى 50 راس من النعام والغزلان، فانواع كثيره من الحيوانات الموجوده، بالاضافه عندنا مبادره اللي احنا نشجع البيئه ان عندنا مشتل زراعه الاشجار البريه، السمر والسدر والعوسج والاشجار البريه، ويتم توزيعها للجمهور مجانا، وتم اعلان هذا الشيء للعامه الجمهور توزع الاشجار مجانا للجمهور حتى نحافظ على البيئه البريه القطريه. يمكن حنان تكلمنا احنا مع الكابتن فيصل بوهزاع في اول حلقتنا، وايضا مع الاستشاري ناصر الهاجري، شلون نستفيد من وقتنا في الأعياد صحيا ونفسيا مع هذه، وانت الآن ذكرتي ان هذه فرصة ان احنا نروح المحمية، يعني احنا نقدر ناخذها من استكشاف، من تنويع في يومياتنا، وايضا نقدر ندخل فيها عامل الرياضة وتجمعنا مع اهلنا، ونروح مثلا كأحد الواجهات السياحية في داخل دولة قطر محمية الدوسري. شكرا لكم، يعطيكم العافية على جهودكم، والله يبيض وجيهكم أمانة، يعني هذه جهود احنا نفتخر فيها كأهل قطر بهذه المحمية اللي أمانة عالميا وصلت وصارت لها سمعة كبيرة باسم دولة قطر. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، وتحياتي للجميع. شكرا لك. قولي المحمية نويتي تروحين تشوفين المها العربي ولا ابي اروح اشوف؟ تدري انا اخر مرة يمكن رايحة يوم كنت في اول اعدادي او شيء كذي، فعشان كذي صورة المحمية القديمة في ذاكرتي، بس أبي أروح أشوف 35 سنة من التطور ومن
التميز، وبالذات أنه فيه أشياء كثيرة يعني. يمكن كان قبل ما يسمح لي باصطياد المهل العربي، أنا كنت أروح قبل أقنص وكنت أصيد المهل العربي، لكن بعد ما جاء قرار المنع صرت خلاص أني أكتفي بهذا الموضوع. يا الله الصيادة الصغيرة صدقت يا صح؟ أكيد مشاهدين الكرام وصلنا معاكم ختام حلقتنا اليوم، نتمنى فعلا أن حنا كنا خفاف عليكم ونقول لكم عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير. وكل عام وانتم بخير يا حنان. وانت بخير. شكرا على الحلقة الجميلة، كانت خفيفة ومنوعة وأمانة استفدنا منها وايد، كانت الحلقة حلوة، وإن شاء الله أنتوا استفدتوا من ضيوفنا وتقضون يوم حلو في فعالياتنا الجميلة اللي موجودة في بلادنا قطر. نشوفكم على خير، مع السلامة.